نوضع 6 تاع الصباح نجيو نمشيو والدنيا هنا ظلمة والكلاب اللي يعضوا اللي يعضونا الكلاب على وجه ربي يشوفوا يديروا لنا حافلة نقل يشوفوا الوليدات هذو اللي راهم يقراو. هي صرخة تلميذ رفقة زملائه يقطعون 8 كيلومتر ذهابا وإيابا يوميا مشيا على الأقدام. تلاميذ مشتة حماني بدائرة الخروب متمسكون بالدراسة في غياب حافلة النقل المدرسي. الحافلة عندها مدة وهي درك حابسة ما جاتش. شكون اللي شكينا؟ رحنا البلدية للنائب تاع البلدية رحنا كل ما كانش ما كان حتى جواب. يمشيو حوالي 4 كيلو صباح و 4 كيلو العشية تما هي 8 كيلو يمشي ولا يقرا ولا التلميذ هذا زي ما راح يقرا. ورغم هذا سما راه مشاهدين وراه جابوا نتائج جيدة الثلاثي الأول هذا. نقرا مدرسة بعيدة وندير باص مصان زي ما عندناش وسائل بنروحوا في الكار ما عندناش والطريق طويلة بزاف اللي مكسرة الطريق بعيدة واللي مكسرة. يخرجون صباحا في الظلام وقساوة البرد مع وجود خطر الكلاب الضالة في وسط ظروف قاسية. الطريق بعيد علينا ونروحوا على 6 الصباح في الظلمة نروحوا نمشيو باه نروحوا نقراو. حير منا من الحقوق تاعنا كامل. الكار ما كانش، الطريق ما كانش، كل الغاز ما كانش، حاجة ما توفر عندنا احنا في الدوار هذا. يا اخي رانا نعاني معاناة لولادك تشوف فيهم ملايكات لا حافلة لا والو. كيفاه ملايكة كيما هذا 5 سنين يروح ينوض من هنايا على 6 ظلمة الكلاب المتشردة في الطريق. المسؤولون صامتون والأولياء يعانون والتلاميذ ينتظرون لتحسين أوضاعهم.